2500 تاجر ومتعامل اقتصادي ناشط في مجال التجارة الإلكترونية هي آخر الإحصائيات المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، رقم تم عرضه خلال فعاليات صالون التجارة والخدمات الإلكترونية بالجزائر العاصمة في طبعته الأولى. قام المركز الوطني للسجل التجاري بإحصاء 2500 مسجل على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ما بين شخص طبيعي ومعنوي يمارسوا هذا النشاط تاع التجارة الإلكترونية. السجل التجاري يعني قام بوضع دليل يتضمن يعني مختلف الإجراءات والتسهيلات والتبسيطات اللي من خلالها يمكن للشباب ولا حاملي المشاريع ولا الأشخاص طبيعية أو معنوية الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية هي دعامة تحمل شكل جديد للسوق، بدأ المستهلك الجزائري يهتم بها تدريجيا في السنوات الأخيرة رغم انحصارها في مواقع التواصل الاجتماعي عوض التوجه نحو استحداث تطبيقات وصفحات خاصة بالتجارة الإلكترونية. مشكلة تعريف التجارة الإلكترونية الناس يشوفوها فيسبوك وناس يشوفوها أمور أخرى، بس لكنها مش هذه التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية بكل بساطة أن كلش تدير رقمنة كل الخدمات وركم المعاملات التجارية، معنى تكون فيها ترانسبرنسي كما يقولوا بالإنجليزية، تكون في شفافية في المعاملات، معنى كله يكون رقمنا. الدفع الإلكتروني مازال ما تعممش لأنه مشكلة الثقافة أنه الإنسان بيغير من الطريقة التقليدية للطريقة الإلكترونية فيه تخوف هواجس، شيء طبيعي جدا. يقول لك ممكن أنا نستعمل الكارت تاعي يسرقوا لي منها، يخصموا لي منها ممكن، وكان يروح لي فلوس نضمنها كاش أفضل. لكن بالوقت فيه تغير جزئي بطيء نوعا ما، لكن فيه تغير. إرساء ثقافة الرقمنة وتشجيع الدفع الإلكتروني في جميع الأنشطة التجارية سيسمح بتسهيل البيع والشراء بين المتعاملين الاقتصاديين من جهة وبين المنتجين والمستهلكين من جهة أخرى، ربحا للوقت وكذا الترويج للسلع والخدمات.